لو الحكاية فيها إن فيتو. الامتحان كان عامل ايه النهارده؟ كان كويس، في اسئله مباشره، الاسئله مولدها كانت مغطاه على انها كتيره شويه. سؤال الضغط اللي جبت في الاستاتيكا هو ده بس. طب خلينا في الديناميكا الاول، كان كام سؤال؟ كانوا 18. هي عدد الاسئله في الرياضه 18، بس هي عشان كانت مباشره وسهله اكتر من الاستاتيكا، فده عدى الوقت يعني، خلاه مظبوط الى حد ما. بس كان في حاجه لفه غير مباشره يعني، اللفتين برضو ما كانوش كتير قوي، بس شويه. كان في حاجات من الوزاره، نماذج الوزاره او من كتاب المدرسه. كان كام سؤال؟ مش فاكره قوي، بس يعني يعتبر نفس فكره الاسئله اتكررت. لا 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 لا، نفس الفكره، نفس راس السؤال يعني، نفس فكره السؤال، بس نفس راس مثلا ان هو قولي لي بقى على امتحان الاستاتيكا ايه اللي حصل فيه. كان طويل، حاجات لفه كتير، ده خلانا مش الوقت مش معدي. والسؤال الديناميكا اللي جه فيه هم عشان دخلوا الضغط في الاستاتيكا، الضغط مش موجود في الاستاتيكا، ده عمل لنا زي لفه شويه اللي احنا عملته في ايه؟ والله هو يعتبر الى حد ما كنا نلعب هنا في شويه. كان احنا بنستنى الحمد لله، والوقت كان فوق الحد والوقت ما فيش اي اسئله واسئله، بنقول احياء او صور الى حد ما الحمد لله. احنا بنستنتج كتير، الوقت كان كويس. الامتحان كان سهل، كان حلو، كان مستوى عادي زي 2017 2018 امتحان ايه ده بقى؟ كان فيها اي تريكات في الامتحان؟ كان كله زي الفل؟ كان كمل الكتاب؟ اه طبعا. كتاب مباشرة؟ بس عاوز وقت. عملت سؤال.